المسدس؟ شفت مقطع الناس كانوا يقولون اي اعتبرني انا من الحريم. تصرف اثار صدمة لدى المواطنين السعوديين، مما اقدم عليه ذلك الشخص المشهور مخالفا بذلك كل العادات والتقاليد والاعراف، لكنه اصر على الاستمرار فيما فعله مدليا بتعليق اثار الاندهاش والذهول. فماذا حدث؟ مواطن خليجي مشهور يبدو على وجهه الوقار والهيبة بملامحه العربية وشاربه ولحيته السوداء وزيه الخليجي التقليدي، لكن كل هذا لم يكن مانعاً يحول دون قيامه بأمر يعتبر مخالفاً للشرع وللعادات والتقاليد ومنهي عنه بحسب بعض الأحاديث النبوية المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لذلك الرجل، حيث كان يقوم أحد الأشخاص بتصويره وهو يسأله عن نوع الساعة والخاتم الذي يرتديه في إصبعه، وهنا كانت المفاجأة حيث أكد ذلك المشهور أنهم من الذهب. وبالطبع أثار هذا استغراب الشخص الذي يسأله ووجه له سؤالا حول السبب الذي دفعه لارتداء ساعة ذهب في يده، رغم أن هذا أمر غير معتاد عليه في بلادنا، ليرد عليه المشهور الخليجي قائلا: أتقصد أني أرتدي ذهبا مثل السيدات؟ إذن اعتبرني واحدا منهن، معربا عن امتعاضه من السؤال الذي وجهه إليه، وترك الشخص الذي وجه إليه السؤال وانصرف، رغم محاولة الشخص الذي كان يحدثه أن يصحح الصورة الخطأ التي فهمها من سؤاله. لكن بعد ساعات قليلة انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معه الآلاف من المغردين في المملكة والعالم العربي، وعبر المغردون عن استيائهم مما فعله ذلك الشخص، حيث يعتبر ارتداء الذهب أمرا مستهجنا للرجال في العالم العربي والإسلامي، كما أنه مكروه شرعا وقد يصل إلى حد التحريم وفقا للأحاديث النبوية المتواترة بشأنه. في حين قال آخرون إن رفضه للسؤال الذي وجهه إليه الشخص الآخر يعكس إحساس ذلك المشهور بأن ما يفعله أمر خطأ ولا يجب أن يقوم به، ولهذا تعامل بانفعال وعصبية مع حديث الشخص الآخر ومحاولته إنهاء الحديث بسرعة كبيرة. في المقابل عبر آخرون عن رفضهم للتدخل في الحياة الخاصة والتفاصيل الشخصية لأي شخص حتى لو كان مشهورا، لأن ما فعله يندرج تحت مسمى الحرية الشخصية وهو أمر مكفول له الحق في ممارسته طالما أنه لم يتسبب في أذى لأي شخص آخر، وبالتالي فما فعله حتى لو كان مكروها شرعا فهو من سيحاسب عليه لا غيره، وبالتالي لا معنى للتدخل في حياته الخاصة وانتقاده على أمر لا يخص أحداً غيره. وأنت ما رأيك في ارتداء الرجال للذهب؟